السلام عليكم، انا مصطفى الدسوقي واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على الف بيع عربيات. العربيه اللي معانا في فيديو النهارده هي الاوبل الانسيجنيا توب لاين 2020، عربيه من فئه الميد سايز سيدان، او برضو ممكن تصنف على انها اكزيكتيف صالون لان عربيه طولها حوالي 5 متر، وتعتبر عربيه من مجموعه عربيات قليله جدا قادره انها تنافس لحد دلوقتي في السوق المصري من فئه السيدان. العربيه دي تعتبر الجيل الثاني من انسيجنيا، هي اسمها انسيجنيا جراند سبورت. سبقها جيل اولاني كان برضو واخد حصة محترمة في السوق المصري وفي ناس كتير كانت حباه، والعربية جت عشان تكمل برضو مسيرة عربية كانت ناجحة جدا في جيلها الاول والتاني، وهي الاوبل الفيكترا. ونقدر نقول ان الجيل ده من الانسيجنيا هيبقى اخر جيل للعربية هنلاقي فيه الروح بتاعت جنرال موتورز مش الروح بتاعت مجموعة بي اس اي. يعني العربية بتصميمها تحس انها واخدة الطابع الامريكي برضو سواء من جوه او من بره. وكمان العربية دي موجودة في كذا سوق باسم مختلف او تحت براندنج مختلف، يعني هي موجودة في امريكا تحت اسم بويك، وموجودة برضو في انجلترا تحت براند فوكسول، وموجودة في استراليا تحت البراند بتاع هولدن، اللي هي كلها كانت ماركات تابعة لجنرال موتورز. ابعاد العربية تعتبر مميزة بالنسبة للفئة اللي العربية بتنافس فيها. العربية طولها 490 سنتي، 5 متر الى 10 سنتي. ارتفاع العربية 145.5، العرض بتاع العربية 186.5 تقريبا، والجراوند كليرنس او الخلوص الارضي للعربية 16 سنتي، وده برضو يعتبر شيء كويس، ولكن مع طول قاعدة العجلات ال 283 سنتي اللي في العربية ده هيخليها تحك في المطبات لو العربية محملة، المطبات اللي هي احنا بنسميها المطبات البلدي. الاوبل الانسيجنيا كانت بتنزل عندنا في مصر بثلاث فئات، وانا قاصد ان انا اقول كلمة كانت لان العربية موديل 21 او الفيس ليفت اللي هينزل من الشكل ده او من الجيل ده هتنزل بمطور 2000 سي سي، فانا لحد دلوقتي مش متأكد قوي اذا كان التوكيل هيجيبها ولا لا، لانها لو جت هتدخل في شريحة رسوم اعلى من اللي العربية دي خاضعة ليها، وبالتالي ممكن تمنها يقرب من حتة ال 700,000 جنيه. عشان تميز فئة التوب لاين من الانسيجنيا تاخد بالك ان العربية بيبقى فيها فول LED بالكامل في الفوانيس الامامية، الفئتين اللي قبلها بينزلوا هالوجين، النور اللي موجود في العربية دي مميز جدا، هو LED بالكامل في العالي وفي الواطي ومتكيف مع الطريق، وفي نفس الوقت التلات فئات فيهم الاضاءة النهارية اللي هم شريطين LED دول. العربية بتنزل بفوانيس شبورة هالوجين، والتصميم العام للعربية نقدر نقول ان هو هادي وبيتميز بالانسيابية. الشبكة هنلاقي فيها حلايا من الكروم كعادة العربيات اللي واخدة الروح الامريكي، هنلاقي حساسات الركن الامامية موجودة فيها. تصميم الجنب بتاع العربية برضو محافظ على الطابع الانسيابي والهادي، وواخد برضو الترند بتاع الجراند كوب او العربيات اللي هي الكوبيه اللي باربع ابواب. هنلاقي الجنب فيه الحلايا دي من الكروم، الزجاج الملون بتاع العربية الخلفي غامق، والزجاج اللي قداماني برضو يعتبر غامق الى حد ما. العربية بتنزل بمفتاح ذكي، دخول بصمة بدون مفتاح، الزراير بتاعته في الاربع اوكر، وطبعا العربية بتنزل بمرايات ضم كهرباء، وبتنزل بجنوط 18 مقاس 245 على 45. هنلاقي برضو ان الجنط بتاع التوب لاين مميز ان هو معمول تو تون، هنلاقي فيه فضي واسود مطعمين مع بعض. العربية بتنزل بفتحة سقف عادية مش بانوراما. ظهر العربية هنلاحظ فيه برضو الفوانيس الخلفية LED واخدة نفس الخطين بتوع الفانوس الامامي اللي هو الدي لايت بتاع الفوانيس الامامية. الفتح بتاع الشنطة بيبقى هنا من العلامة بتاعت اوبل. هنلاقي فيها الحساسات الركن الخلفية والكاميرا الخلفية بتاعت العربية، وهي نقائها يعني كعادة عربيات بي اس اي كلها النقاء بتاعها مش قد كده. لو بصينا على انتيرير فئة التوب لاين هنلاقي ان معظم الخامات المستخدمة فيه عالية الجودة. الباب بتاع السواق، الخامة اللي فوق هنا سوفت تاتش، هنا بلاستيك يعني اقل جودة حاجة بسيطة، ولكن في هنا جلد، والحتة اللي تحت برضو بلاستيك تاني اقل جودة. كراسي العربية من اكتر النقاط اللي بتميز العربية دي، سواء في الوضعية بتاعت الجلوس بتاعتها او التنجيد بتاعها او الخامة المستخدمة في الجلد. كمان الكرسي معمول بالتعاون مع هيئة AGR اللي هم الجماعة اللي مسؤولين عن سلامة الظهر، كنا شرحنا الموضوع بتاعها في الريفيو بتاع الاوبل الجراند لاند، هحط لحضراتكم اللينك بتاعته في الاي فوق. كرسي السواق بيجي بتحكم كهربائي بالكامل، وفي وضعيتين ذاكره، وفي مساج، وفي كمان امكانيه ان انت بتتحكم في الاجناب بتاعته دي، تضييقها يعني وتوسعها. الكرسي برضو فيه تدعيم لمنطقه اسفل الفخذ، ويعني اجمالا القعده بتاعت العربيه دي مريحه جدا جدا. وكمان العربيه بتنزل فيها كومفورت اكسس، يعني الكرسي بتاع السواق بيرجع لورا
عشان يوسع لك مكان في الدخول والخروج من العربيه، وبعد كده اول ما بتدور العربيه بيرجع للوضعيه اللي انت ظابط الميموري عليها. عجله القياده في العربيه معموله من الجلد وكلها خامات عاليه الجوده، والملمس بتاعها متميز. برضو مزود فيها بادل شيفترز عشان خاطر لو حبيت تتحكم مانوال في الجير بوكس بتاع العربيه. عجلة القيادة برضو بتنزل هنا مدفأة، وعجلة القيادة بتنزل مالتي فانكشن. الجزء اللي على يمينك للتحكم في الشاشة الوسطية، لوحة العدادات بتنزل في فئة التوب لاين هنا، فيها جزء كبير كده ديجيتال غير لوحة العدادات اللي بتبقى موجودة في أول فئتين، ودي بتبقى بصراحة يعني أكثر تميزا وبتبقى أكثر سهولة في الاستخدام. فعندك الجزء اللي على يمينك ده بتتحكم فيه في الشاشة اللي قدامك، بتعرض البيانات بتاعة القيادة في النص أو كمبيوتر الرحلات أو السرعة اللي انت ماشي عليها أو الرينج بتاع العربية، وممكن تديلك معلومات عن جودة الزيت اللي موجود في العربية، وبرضه بتديلك القراءات بتاعة ضغط الهواء في الأربع كاوتشات لأن العربية فيها نظام لمراقبة ضغط الإطارات. الجزء اللي على شمالك من الدركسيون للتحكم في مثبت السرعة وتدفئة الطارة زي ما قلنا، والاوامر الصوتيه وقفل مكالمه التليفون. على شمال الدركسيون مفتاح التحكم في النور بتاع العربيه، العربيه بتنزل فيها حساس نور وحساس مطر، وهنلاحظ ان التابلو بالتقفيل بتاعه بالخطوط اللي هنا بالشكل التصميم العام بتاعه شبيه برضو باللي موجود في الشيفورليه المالبو اللي كنا جربناها قبل كده، هحط لحضراتكم ريفيو في الاي فوق. فئه التوب لاين برضو بتتميز بوجود هيد اب ديسبلاي، كويس جدا ان هو معمول بروجيكتور مش معمول على شاشه بلاستيك بيطلع قدامك زي الموجود في الباسات الكومفورت وفي عربيات تانية. الخامات المستخدمه اعلى التابلو عموما تعتبر جيده جدا، والحد الخط اللي هنا ده برضو تعتبر المواد اللي هي الطريه مستمره معاك. البلاستيك اللي هنا يعني طبعا طبيعي ان هو يبقى اقل جوده سواء هنا او هنا، كل ده دلوقتي موجود في العربيات كلها دلوقتي. هنلاقي برضو ان التوب لاين بتتميز بشاشة نظام معلوماتي اكبر من اللي بتنزل في الفئتين اللي قبلها، والشاشة تعتبر بسيطة جدا ولكن هي فعالة بتؤدي الوظائف المطلوبة منها، الاستجابة بتاعتها مش بطيئة، ويمكن ده راجع لبساطة الجرافيكس بتاعت الشاشة، ولكن على الجانب السلبي بتديك احساس انها قديمة حبتين. العربية فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو عشان توصل تليفونك، وبرضه بتعمل اوديو ستريمينج يعني بتشغل الاغاني اللي موجودة على التليفون على العربية عادي جدا. العربية يعتبر فيها انظمة امان وسلامة ايجابية متميزة جدا. العربية فيها فورورد كوليجن اليرت او اللي هو منع التصادم الامامي بتنبهك، وممكن برضه العربية بتفرمل لوحدها. فيها برضه ميزة كشف المشاة من قدام وبتبينهم لك برضه على الهيد اب ديسبلاي على الشاشة اللي هي البروجيكتد على الازاز الامامي قدامك. لو العربية استشعرت وجود احد المشاة قدامها عن طريق الكاميرا اللي بتبقى موجودة في المراية فبتنبهك، وبرضه ممكن تقف لوحدها. تحتها هنلاقي شورت كاتس للتحكم في الميديا وزرار فصل التحكم بالتماسك، تحتها وحدة التكييف والزراير بتاعة تدفئة وتبريد المقاعد الامامية، دي برضه احدى المميزات اللي موجودة في العربية، التكييف ثنائي المناطق. وبعدين مكان للتخزين حاملات الاكواب هنا، ثم الزرار بتاع فصل نظام اللي هو البقاء في الحاره المروريه والاوتو ستارت ستوب والباركينج سنسورز. بره مصر الزراير الفاضيه دي بيبقى موجود فيها الدرايفنج مودز او انماط القياده. وبعدين هنلاقي المنطقه المحيطه بعصايه الفتيس كلها معموله من بلاستيك، واخد شكل البيانو بلاك وشكل الكروم. وراها في مكان تخزين ممكن تحط فيه المحفظه او المفتاح، وبعدين المسند الوسطي تحتيه برضو مكان تخزين فيه منفذين يو اس بي ومكان للاوكسيلري ومكان للميموري كارد، ومكان هنا ممكن تحط فيه تليفونك. وجيوب الابواب الاماميه يعتبر حجمها معقول جدا، ممكن تشيل ازازه ميه كبيره بسهوله. زاويه فتح الابواب الخلفيه وزاويه الدخول والخروج من العربيه نقدر نقول انها جيده، ما هياش ممتازه، وده بسبب ميل خط السقف اللي هنا، فلازم اللي داخل العربيه او خارج منها يخلي باله. الخامات المستخدمه في الباب الخلفي تعتبر زي الباب اللي قدام بالظبط، الخامة المستخدمة فوق سوفت تاتش وهنا جلد وهنا جلد، وهنا في اللي هو الكربون فايبر تريم، ده هو افكت طبعا ما هوش كربون فايبر حقيقي. جيوب الابواب الخلفية يعتبر حجمها معقول. الخامات الممتازة ممتدة لحد القسم الخلفي، جيوب في ظهر المقاعد الامامية، فتحات تكييف لركاب القسم الخلفي، ولكن انا عندي تحفظ يعني على جودة الخامة المستخدمة في البلاستيك اللي هنا وشكل منافذ اليو اس بي اللي موجودة تحت. مكان تثبيت الايزوفيكس مكانها واضح وسهل، ومعمول لها هنا غطا ثابت موجود في العربية ما يضيعش منك. في ارم ريست موجود لركاب القسم الخلفي فيه 2 كاب هولدرز. بالنسبة لمساحات الركب في القسم الخلفي ما نقدرش نقول عليها ولا كلمة، انا ظابط الكرسي اللي قدام ده اكتر من وضعية قيادتي شوية، ورغم كده في حوالي مثلا 9 صوابع او 8 صوابع بين ركبتي وبين الكرسي. نفس الشيء بالنسبه لمساحات الاقدام، عندك الامكانيه ان انت تمد رجلك تحت كرسي السواق. مساحات الرؤوس لو انت متوسط القامه لحد 180 مش هتبقى مشكله لك اي مشكله، ممكن الناس اللي اطوالها فوق ال 185 تبقى دماغها لمسه السقف،
بسبب اللي هو الخط المنحني للسقف. وبالنسبة للمقعد الوسطي هيبقى برضو مفضل ان يقعد فيه طفل، لو قاعد فيها اتنين بالغين ورا في الجنبين مش هيبقى فيه اي مشكلة، هيبقوا قاعدين مرتاحين جدا. ولكن اللي قاعد في النص هيبقى الارتفاع بتاعه عالي شوية، وفي نفس الوقت مش هيبقى مرتاح في مساحات الاكتاف لو قاعد جنبه اتنين كبار. برضو مساحات الاقدام للي قاعد في النص مش هتبقى مريحة، لان في هنا ارضية العربية عالية من الحتة دي. ولكن لو راكب طفل هيقدر ان هو يحط رجليه على اللي هو الجزء المرتفع من العربية. من المميزات اللي موجودة في العربية هنا ان انت عندك امكانية تدفئة الكنبة الخلفية ومفصولة للتحكم فيها كل جنب على حدة. شنطة العربية حجمها 490 لتر، وده يعتبر حجم جيد جدا، بيساعد برضو في سهولة تحميل الشنطة، ان العربية تعتبر من فئة الهاتشباك، ما تعتبرش سيدان بشنطة عادية، الازاز بيطلع مع الشنطة الخلفية. الكنبة الخلفية عندك امكانية ان انت تنيمها بمقدار 40-20-40، والتحكم فيها هنا بزرار كهربائي، ودي حاجة يعني ما بنلاقيهاش الا في العربيات اللي هي الفئات الاغلى من كده. العربية الاستبن اللي بينزل فيها سبيس سيفنج، ما هواش بينزل نفس مقاس الجنوط الخارجية، وشنطة العربية بتنزل بتحكم يدوي مش كهربائي، ونقدر نقول ان اجمالا البراكتيكاليتي بتاعت العربية دي جيدة جدا. بالنسبة لوضعية قيادة العربية دي، العربية وضعية القيادة اللي فيها منخفضة شوية، بتديك احساس كده بطابع رياضي موجود في العربية، وان كانت شخصية العربية عموما هادية، ولكن يعني التفاف التابلو حواليك شوية مع وضعية الجلوس المنخفضة اللي موجودة فيها هي اللي بتديك الاحساس الرياضي ده. مساحات الرؤية في العربية ما نقدرش نقول انها مميزة، يعني مساحة الرؤية في الازاز الخلفي اللي انا شايفها في المراية ضيقة شوية. العربية برضو فيها نقاط عمياء كتير، القوايم هنا البيلرز بتاعت العربية سواء الاي بيلر او السي بيلر يعتبروا برضو تخان وكبار. الكبوت بتاع العربية انت محتاج ان انت تاخد شوية على سواقة العربية عشان تقدر تدرك ابعادها. طبعا هتستخدم الحساسات اللي موجودة فيها لتسهيل موضوع الركنة والدخول في الاماكن الضيقة وكده. منظومة الحركة اللي موجودة في العربية تعتبر جيدة جدا، العربية بتيجي بمطور 4 سلندر 1500 سي سي تيربو، قوته 165 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، بيطلعوا اعتبارا من 2000 دورة في الدقيقة لحد 4000 دورة في الدقيقة. ورغم ان العربية قوة الموتور الاجمالية فيها قلت عن الجيل السابق، الا اننا نقدر نقول ان العربية ادائها انشط واحسن كتير من العربية اللي فاتت، وبصورة واضحة جدا، وده بسبب ان الفتيس بتاع العربية ومنظومة النقل الحركة اجمالا بتاعت العربية احسن من العربية السابقة. لان في ناس كتير ساعات بتستغرب تقولك ازاي عربية 150 حصان اسرع من عربية 165 حصان، لان في حاجات تانية بتهدر من عزم قوة العربية، اولها واهمها هو الجير بوكس اللي بيبقى مزودة بيه العربية. العربية هنا مزودة بجير بوكس اوتوماتيك من 6 سرعات امامية عادي جدا، مواش دول كلاتش ولا اي حاجة، ولكن الكونفيجريشن بتاعه ذكي، يعتبر برضو نفس اللي انا قلته على الاوبل الجراند لاند لما قارنتها بباقي عربيات بي اس اي، ان الضبط بتاع الفتيس بتاع العربية اذكى واسرع شويتين تلاتة من العربية السابقة من الانسيجنيا ومن عربيات تانية تبع لمجموعة بي اس اي. ارقام الاداء الرسمية للعربية دي من 0-100 تفاوتت الارقام ما بين 9 و9.4، هنقول انها في حدود 9 ثواني، وسرعة قصوى للعربية برضو في حدود 220 كيلومتر في الساعة. خلينا نعمل لحضراتكم تجربة تسارع دلوقتي ونشوف كده الاداء بتاع العربية عامل ازاي. العربية ما فيش فيها سبورت مود، ولكن هي فيها امكانية ان انت بتنقل مانيوال من الشفتات اللي في الطارة. انا مش هعمل اي حاجة من دي، انا هجيب العربية على الدي، لان بقول لحضراتكم الفتيس بتاعها الكونفيجريشن بتاعه يعتبر محترم جدا. هنفصل بس التراكشن كنترول ونطفي التكييف، نجيب على الدي ونحمل بوست. عربية بتفرق يعني جامد عشان تطلع زي ما حضراتكم شايفين، العزم حاضر، الفتيس بتاعها كويس جدا. ادي المية جت، نقف بقى تاني ونجرب نعمل تجربة تسارع تانية. الطريق برضو هنا كان فيه مطلع اللي احنا جربناه ده، هنجرب بقى ان احنا المرة دي نمشيها بالمانيول بتاع العربية. الشفتات سريعة، ما هواش طبعا بسرعة البي اس جي، ولكن زي ما بقول لحضراتكم يعني فوق الجيد جدا. الجير بوكس هنا نشط، و نقاط ضعفه ما بتبانش في التسارع اللي من الزيرو. نرجع بقى يعني على الديل عادي. ب
بالنسبة لثبات العربية وجهاز التعليق المزودة بيه، العربية بتيجي بتعليق مستقل بالكامل، قوائم ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف. العربية ثباتها على الخط المستقيم ممتاز، بيساعدها في كده حجمها وتقلها والشكل الانسيابي بتاعها، بيسهل من اختراقها للهواء. وثبات العربية في الملفات يعتبر جيد جدا، في بعض ميل الجسم الخفيف، ولكن انت برضو بتحس ان البدن او الشاسيه بتاع العربية متماسك وبيديلك احساس دايما بالثقة. التعامل بتاع العفشة مع المطبات الهواء وكده على السرعات يعتبر متميز جدا. المطبات اللي جوه البلد ممكن بتحس شوية بالدبة، في العربية بتحاول تعزلك ولكن بتحسها. يمكن الجنط ال 18 ومقاس الكاوتش العريض واللو بروفايل بتاعه هو اللي مديلك احساس زيادة بالموضوع ده، ولكن الموضوع محسوس الى حد ما. العزل الصوتي في العربية على السرعات ما هوش احسن حاجة، ممكن اعتبارا من سرعات زي 70 و80 بتبتدي تسمع صوت الكاوتش بتاع العربية، وصوت الهواء يعتبر احسن كتير من العزل الارضي بتاع العربية، ولكن في الفئة دي عربيات احسن في العزل. الفيدباك او المردود اللي جايلك من النظام التوجيه بتاع العربية يعتبر معقول جدا، ما هواش عزلك عن العجلات الأمامية وعن اللي هي بتعمله. العربية نظام التوجيه فيها يعتبر دقيق لحد كبير، بتروح مكان ما انت عايز مع بعض النعومة اللي موجودة في الاستخدام داخل المدينة. وبيساعد في كده ان العربية مزودة بنظام اسمه Automated Steering Assist، يعني بيخفف من قوة الدركسيون، بيزود الباور بتاعه على السرعات المنخفضة، بيتقل الدركسيون على السرعات العالية، وده بيديلك احساس يعني احسن بالكنترول على العربية. مواصفات الامان في العربية تعتبر متكاملة، مش ناقصها غير Blind Spot Detection، انما العربية فيها انظمة سلامة ايجابية كتير جدا، فيها انظمة التحكم بالثبات الالكتروني بالجسم، انظمة توزيع الكتروني للمكابح على العجلات الاربعة، منع انغلاق مكابح، فيها تقريبا الهيل اسيست هو برضو اللي ناقصها، لكنها بتقف لمدة 3 ثواني، لو وقفت 3 ثواني على مطلع هي بتمسك. العربية فيها نظام البقاء في الحارة المرورية، العربية فيها الانظمة بتاعت التوقف التلقائي والمكابح التلقائية سواء عربية قدامك او المشاة. العربية فيها برضو اكتف بونت او الكبوت بتاعها في حالة لا قدر الله لو انت هتخبط حد من المشاة، بيبتدي ياخد الوضعية بتاعته بيعلى من ورا عشان خاطر دماغ اللي هيتخبط، يعني مش اللي انت هتخبطه، تخبط فيه وهو عالي شوية، فبتقلل من الاضرار بتاعت الاصابة. وطبعا العربية واخدة 5 نجوم في تقييمات السلامة اليورو انكاب. برضو من ابرز الحاجات اللي تعتبر من مميزات العربية هي مستوى الراحة اللي بتوفره الكراسي. العربية فعلا الكراسي الاي جي ار دي حاجة اختراع، يعني مش هيعرف قيمتها الا اللي يجربها بجد. مميزة جدا، بتوفر تدعيم للظهر وللقعدة بتاعتها مهما قعدت ومهما مشيت بالعربية، مشاوير طويلة العربية مش هتتعبك خالص. التكييف بتاع العربية برضو يعتبر معقول جدا، احنا طبعا يعني الجو النهاردة شتاء، وده اللي مسبب ان العربية من برة مش نظيفة مع انها كانت مغسولة قبل التصوير، فمش هقدر احكم قوي على التكييف، ولكن انا عامله على اول درجة مروحة وعلى 21 ومش متضرر خالص رغم ان انا لابس يعني تقيل شوية. طيب وبالنسبة للعيوب بتاعت العربية، اول حاجة ان الشكل الحالي من العربية اللي احنا بنجربه خلاص نزل عليه فيس ليفت، وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة هتنزل 2000 سي سي، فاحنا مش عارفين هتيجي مصر وتتباع بالغالي، لان حضراتكم عارفين برضو ان العربية اللي هي دون 1600 بتدفع تقريبا نص اللي هي الرسوم بتاعت العربية اللي فوق 1600، الرسوم برضو بتاعت العربيات الاوروبي، عشان برضو الموضوع ده عامل لبس، الناس بتقول لك زيرو جمارك، هي زيرو جمارك صحيح، يعني زيرو بند رسم الوارد، ولكن العربية بتدفع ضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة ورسم تنمية، بيعملوا اجمالي بند شامل حوالي 19%. العربيات اللي فوق ال 1600 بتدفع تقريبا 39%. ولو العربية جت بالموتور ال 2000 سي سي هيبقى في وجهين للعملة دي او للمعادلة دي، في شركات خدت الانيشيتيف او المبادرة وجابت عربيات 2000، زي مجموعة في دبليو دلوقتي جابت السكودا السوبرب، جابت منها كذا نسخة 2000 سبورت لاين، وجابت منها واحدة بيرفورمانس 280 حصان، ودخلت في حتة ال 700,000 جنيه. عندنا برضو الاودي الاي 4، وان كانت هي براند بريميوم في الاساس، الشكل الجديد بتاعها والجيل الجديد جاي برضو 2000 سي سي. فلو التوجه العالمي مشي في حتة ال 2000 ولقينا ان ابرز منافسين العربية الرئيسية
جم ب 2000 سي سي، فساعتها نقطه السعر مش هتبقى مشكله في العربيه دي لو نزل الفيس ليفت. ولكن اذا السوق استمر في حاله الخوف وبقى عندنا طراز واحد او اتنين 2000 وفي لسه طرازات 1400 و1500 وتربو وباسعار اقل 200000 جنيه او 150 او اكتر من 200000، في الحالة دي ساعتها هيبقى اختيار العربية اختيار صعب قوي. ولو فكرنا برضو تفكير منطقي تاني، ان العربية دي ليها اخت شقيقة مبنية على نفس الاساس بتاعها وبتتشارك معها في العديد من المكونات وهي شيفورلي الماليبو، وبتتباع اعلى فئة فيها ب 430000، هيخلينا برضو لو احنا مكان الوكيل بتاع العربية نفكر 100 مرة قبل ما نجيب الانسيجنيا بالموتور ال 2000 سي سي. ابرز منافسين العربية في السوق المصري هي الفي دبليو الباسات، الفورد الفيوجن، السكودا السوبرب، والشافي الماليبو. احنا كنا جربنا الماليبو وان شاء الله الباسات جاية قريب جدا. وياريت لو في اي حد من السادة المتابعين او المشاهدين عنده سوبرب 2021 فيس ليفت وعنده استعداد ان هو يتعاون معنا زي ما الاستاذ عامر صاحب العربية دي تعاون معنا، فاحنا يعني شرفنا ان احنا نيجي نصورها بحيث ان احنا نبقى غطينا السيجمنت ده كله العربيات اللي موجودة فيه في السوق المصري، ونقدر بعد كده اي حد يطلب مقارنة او يطلب نصيحة تبقى كل حاجة دوكيومنتد يعني بالفيديو بتاعها. باقي العيوب اللي في العربية اللي انا اقدر اقولها، موضوع العزل الصوتي ان هو مش احسن حاجة، هو مش سيء للدرجة ولكن في عربيات احسن، عربيات ارخص زي الماليبو فيها الاكتيف نويز كانسليشن مساعدها جدا انها تبقى مميزة قوي في الحتة دي. واقدر اضيف اخر نقطتين، هي الانفوتينمنت سيستم او الجهاز المعلوماتي البسيط اللي موجود في العربية يعتبر مش من نقاط القوة بتاعتها. واخر حاجة هقدر اقولها وهي بعض الخامات المستخدمة في المقصورة زي الجزء اللي قلنا عليه هنا ده والجزء اللي موجود هنا. طب هل الحاجات اللي انا قلتها دي تخلي حضرتك ما تشتريش الاوبل الانسيجنيا؟ نقدر نقول انها ترجع للفكر او للاولويات بتاعت حضرتك، بس اللي احنا شفناه في خلال فترة نزول الجراند سبورت ان العربية كان عليها طلب، العربية بتلعبها سيف او بتلعبها اللي هي اللعبة الامن، ما حطتش تكنولوجيا زياده في حاجات كتير، ما حطتلكش دي اس جي مثلا جير بوكس عشان تحسن الاداء، ما حطتلكش حاجات كده. فاللي بيحب الاختيارات الامنه اللي ما فيش فيها ريسك اتجه للعربيه دي، ونتج عن كده ان العربيه انتشرت انتشار مقبول جدا في فتره ما هياش كبيره، وفي نفس الوقت ده زود من الريسيل فاليو بتاعه العربيه او اعاده البيع العربيه بقت مطلوبه. وبعد كمان ما موضوع ان 21 نزل 2000، العربية حاليا بقى اللي بيبيعها بسعر كويس جدا. من النقاط التانية اللي بتميز العربية ان العربية تعتبر عربية عائلية شبه ممتازة، يعني مش ناقصها حاجة. في عربيات شنطتها اكبر، في عربيات بتوفر مساحة مثلا اكبر حاجة بسيطة، ولكن المساحة اللي هنا كافية جدا تكفي اسرة من 4 افراد او من 5 افراد لو هم عندهم اطفال. عربية فيها تكنولوجيا وفيها امان، فيها مواصفات امان عالية ومتميزة، فيها هيد اب ديسبلاي حلو، فيها شاشات ديجيتال بتعرض بيانات كافية عليها، حاجات كتير يعني في العربية كويسة. العربية برضو مديك احساس التقل واللي هو الرساوة بتاع العربيات الالماني، التسارع بتاعها كويس مقبول جدا، العربية ادائها على السرعات القصوى يعتبر كويس جدا. فكل الحاجات اللي انا بقولها لحضراتكم دي تعدل الكفة وبالعكس تطبب كفة العربية ضد الكفة اللي هي بتاعت العيوب اللي موجودة في العربية. فالخلاصة عشان نختم الريفيو، نقدر نقول ان اوبل في العربية دي عملت زي ما الجراند لاند عملت، ضحت بشوية حاجات في مقابل انها تبقى موفرة حاجات كتير تانية قصادها وتبقى ماسكة العصاية من النص في حاجات تانية. يعني لو فكرنا في الاداء، لا اداء عربيات في دبليو احسن من العربية دي، اداء الفورد الفيوجن احسن من العربية دي. لو فكرنا في المساحات هنلاقي ان شنط مثلا السوبرب والباسات اكبر من شنطة العربية، مساحات الجلوس الخلفية في السوبرب اكبر من هنا. لو فكرنا في العزل هنلاقي ان عزل الباسات احسن من هنا. هتلاقي ان العربية ما هياش نمرة واحد في اي حاجة، ولكن لو حسبت الباكج وديت نقط كده على كل حاجة هتلاقي ان العربية دي واخدة سكور عالي، وبناء عليه العربية انا اقدر اقول انها ناجحة. يعني لو كانت استمرت منظومة الحركة دي من المصنع والعربية هتستمر بالموتور ال 1500، كان مما لا شك فيه انا كنت هريكومند العربية دي لاي حد بيدور على عربية في الرينج بتاع 500-550. النقطة اللي هتوقفك هي نقطة ان انت تشتري النهاردة وتبقى مش عارف مصير العربية ايه بعد كده. برضو هي ليها وجهين للمعادلة بتاعتها، النهاردة اللي بيبيع ال 2020 كاسل زيرو ماسك فيها سعر كويس جدا، غير لو كانت العربية نازل منها 21، اللي بيشتري منه بيشتري برضو بسعر كاسل زيرو، فهيبقى خسارته
في اعاده البيع قدام ما هياش زي بتاعه واحد اشترى العربيه زيرو وبيباعها بعد سنتين ثلاثه. في كل الحالات في اطراف كتير في المعادله بتاعه العربيه دي، ولكن الى حد كبير تعتبر وين وين سيتويشن لناس كتير جدا ممكن تكون بتفكر انها تشتري سيدان في ظل هجوم الاس يو في والكروس اوفرز اللي مالي علينا السوق في مصر. وفي ختام الريفيو اتمنى ان انا اكون غطيت كل النقاط المتعلقه بالعربيه. لو في حاجه انا يعني نسيت ان انا اقولها برضو حضراتكم عارفين تكتبوها لي تحت في التعليقات على اليوتيوب هنا على قناه اليوتيوب او على الصفحه بتاعت الفيسبوك او على اي حاجه من السوشيال ميديا بلاتفورمز بتاعتنا بتاعت الصفحه. برضو يا ريت الاشتراك في القناه وتعملوا لنا فولو على صفحه الفيسبوك وعلى الانستجرام اكاونت، اللينكات كلها موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد قريب، يعني يا رب الفتره ما تطولش تاني زي ما طالت قبل كده، ما كانش في عربيات متوفره، فيا رب نتقابل في فيديو تاني جديد قريب على خير ان شاء الله. متشكر جدا على المتابعه.